سؤال أخير، سرعة البديهة. السؤال اللي جاي محتاج سرعة بديهة فعلا. سرعة البديهة والسؤال هو: ما هو مجموع الأرقام داخل الدوائر بالصورة؟ أحمد أبو المجد 37. إجابة خاطئة. الفرصة الثانية محمد ممدوح 47. 47 إجابة خاطئة. الفرصة الثالثة أحمد الشيخة 50. 50 أحمد الشيخة إجابة صحيحة. طبعاً اللي استعجل خسر العشر نقط. هارد لك محمد ممدوح. النتيجة في نهاية الفقرة: محمد ممدوح 10، أحمد صبح الوحيد اللي ما عندوش نقط، محمود سعد 10 نقط، أحمد الشيخة 10 نقط، عاصم عز الدين 10، أحمد عبد المعز 20، هالة فتحي 10، أحمد أبو المجد متقدم حتى اللحظة دي 30.